في السعودية حمل محفظة الفلوس والبطاقات لم يعد ضروريا، وتضييعها لم يعد عذرا للبخلاء، فالدفع الآن صار ممكنا بهاتفك بعد إطلاق خدمة أبل باي. نظام المدفوعات مدى عبر حسابه الرسمي على تويتر أعلن إطلاق الخدمة بالتعاون مع أبل. مدى اللي دورها بيتضمن إتاحة خيارات دفع سهلة وسريعة وآمنة، كانت وعدت أكتوبر الماضي بإطلاق الخدمة بالمملكة، وعادت قبل 12 ساعة من إطلاقها أمس وغردت تلميحة حمست السعوديين قبل أن تعود وتغرد، معلنة طرح الحملة بهاشتاج مدى ترحب بأبل باي، وكاشفة عن أسماء البنوك اللي دعمت هذه الخدمة. حسابك 103 تفضل. كيف أدفع باستخدام أبل باي؟ سؤال حاولنا نجيبكم عليه في المقطع التالي. طرح خدمة أبل باي شغل السعوديين على منصات التواصل خصوصا تويتر، ووصل هاشتاج أبل باي بالعربية وبالإنجليزية لقائمة الأكثر تداولا. البعض لجأ للهاشتاجات عشان يسأل متى بنكو حيدعم الخدمة أو يستوضح عن كيفية استخدامها، والبعض حولها طبعا لمادة للتنكيت. ليس فقط على تويتر بل أيضا على جوجل كان طرح خدمة أبل باي ضمن أكثر ما بحث عنه السعوديين. نتابع. وللحديث أكثر عن طرح خدمة أبل باي في السعودية والإجابة على أسئلة الناس، ينضم إلينا من الرياض زياد اليوسف المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية. أهلا فيك معنا أستاذ زياد. يعني الناس كلها مركزة على فكرة أنه خلاص ما حيحتاجوا محفظة بعد اليوم، هل في أشياء ميزات إضافية أيضا لأبل باي؟ شكرا أختي سارة على الاستضافة. طبعا خدمة أبل باي أطلقت اليوم بالتشارك مع 5 من البنوك المحليين. الهدف الأساسي منها هي تسهيل عملية الدفع والشراء من المواقع الإلكترونية وكذلك المواقع التجارية. عملنا مع شركة أبل على مدى سنة ونص الماضية لتمكين الخدمة في المملكة العربية السعودية على جميع البنوك. أطلقنا اليوم الخدمة مع 5 من البنوك، وإن شاء الله بقية سيلحقونهم إن شاء الله في القريب.
هي فكرتها مثل فكرة مدى باي اللي اطلقت قبل 6 أشهر، وهي عبارة عن رقمنة للبطاقة على جهاز الجوال أو أجهزة iOS الأخرى مثل الساعة أو اللابتوب أو ماك بوك، لتمكين العميل من دفع مشترياته سواء في التجارة الإلكترونية أو في المحلات التجارية. أي طيب، البعض بيقول أنه ما حيكون آمن، أنه أي شيء تقني يعني على التليفون أو ما إلى ذلك غير آمن. سؤال وجيه ومنطقي. طبعا خدمة أبل باي مبنية على تكنولوجي لأمن المعلومات بغاية بالتعقيد. التقنية هذه تأخذ في الحسبان أن رقم البطاقة البنكية هو رقم سري، أو إذا ضاع لا سمح الله أو أحد حصل عليه قد يسبب حالات من الاختلاس. فلذلك الخدمة مثل أبل باي أو غيرها من الخدمات المبنية على تقنية الترميز يكون فيها رمز يرمز البطاقة وليس رقم بطاقة مخزن على جهاز الهاتف. هذا الرقم إذا تم ضياعه أو الجوال ضاع أو الساعة ضاعت، الحامل البطاقة أو مستخدم محمي بشكل كامل يقدر يلغي البطاقة بشكل سريع. وأصلا موضوع آخر أنه في إجراء العملية، عند إجراء العمليات يتطلب تحقق للعميل سواء بالرقم السري على الجوال أو بصمة الوجه على الآيفون، فهي محمية من طرفين، محمية كبيانات ومحمية كإجراء عمليات. يعني نقدر زياد نقول أنها 100% آمنة؟ طبعا ما في شيء 100% آمن في أي شيء إلكتروني، لكن اللي أقدر أقوله أن خدمة الأبل باي التقنية اللي مبنية عليها الخدمة هذه لها صار لها الآن 4 سنوات مطبقة عالميا، ولم نسمع أي حالة اختلاس أو ضياع بيانات حصلت في كل الدول اللي طبقت فيها قبلنا. طيب زياد، يعني يمكن لو شفت التعليقات كان في كثير ناس بيحتفوا بالخدمة بس بيقولوا اتأخرت، هل تأخير هذا الخدمة كان له علاقة مثلا بشروط معينة من أبل؟ طبعا هي أبل عشان تقدم خدمة أبل باي في أي دولة في عدة من الأمور لازم تحصل. الأولى هي مفاوضات ما بين الشركة والبنوك المحلية، لأن العلاقة بالأخير هي بين البنوك المصدرين البطاقات وشركة أبل، وكذلك العلاقة مع الشبكة المحلية. إن في المملكة عملنا مثل ما ذكرت من قبل تقريبا سنة ونص أو أكثر مع شركة أبل على جميع الأمور الفنية والمالية والمفاوضات، لكن هذا مو هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي في التأخر أن خدمة أبل باي مثل ما بعض المختصين يعرفون مبنية على خدمة الـ NFC أو Near Field Communication اللي في السعودية عندنا نسميها مدى أثير. فكان في رغبة من جميع الأطراف سواء من البنوك أو حتى أبل وكذلك نظام المدفوعات الوطني مدى، كان في رغبة على أننا نضمن أنه يوجد انتشار كامل لنقاط البيع، أن تقدر تخدم أو تستقبل الخدمة قبل تقديمها. في بعض الدول الأخرى تم تقديم الخدمة ويكون الأجهزة القاطعة بيع اللي في البلد أقل من نص أو كذلك تدعم الخدمة، بالتالي تجربة العميل أو الكاستمر اكسبيرينس تكون سيئة، مرات تشتغل مرات تشتغل. أن عندنا في المملكة الآن عملت البنوك جاهدة على تحديث جميع أجهزة نقاط البيع في المملكة تقريبا حوالي 350,000. نعم. والآن أقدر أقول بكل ثقة أن 90% من أجهزة نقاط البيع في المملكة تدعم خدمة أبل باي وخدمة الـ NFC بشكل عام. جميل. والبقية العشر المتبقية سيتم استكمالها في الشهر القادم. طيب زياد، سريعا، أحد المغردين تحدث عن موقف غريب، قال أنه لما جاي يستخدم أبل باي طلع له ورقة وطلب منه يوقع عليها وطلب صورة من بطاقة الصراف كمان، يعني هذا مو غريب؟ هذا فعلا إجراء غريب وليس هذا المعتاد، هذا قد يكون سببه سوء فهم او عدم معرفه من التاجر او الكاشير. ان نعمل على مع البنوك على برامج توعويه للتجار على كيفيه استخدام الخدمه، وتمت هذه في على مدى كل الاشهر الماضيه، لكن الا ما يكون في احد يستغرب. يعني انا لو واحد ما كنت اعرف على الخدمه وجاء واحد قال بدفع بالساعه ويأشر على الساعه بستغرب في هذا الموقف.
فهي كأي خدمة جديدة جميل. ستأخذ وقت ولا نتوقع أن تأخذ أشهر كثيرة لأن الناس تعود عليها. نعم، نحن نشكرك على هذه المداخلة وهذا التوضيح. كان معنا من الرياض زياد اليوسف المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية.